هذا وعقدت اللجنة العمانية الجزائرية المشتركة اجتماعات دورتها السابعة مناقشة مختلف مجالات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين، وخاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تطويرها. وجرى خلال اجتماعات اللجنة المشتركة كذلك استعراض ما تم إنجازه منذ الدورة السادسة للجنة، والتي عقدت في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال شهر يونيو 2013. ترأس الجانب العماني معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، فيما ترأس الجانب الجزائري معالي رمضان لامامرة وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.